أهلا بكم. حذر نائب رئيس البرلمان في العراق بشير حداد من تدخل المجتمع الدولي بسبب استمرار القمع الحكومي الدموي للتظاهرات السلمية، وقال حداد إن هذا القمع الحكومي المتصاعد ضد التظاهرات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على علاقات العراق الدولية، وقد يكون هناك تدخل دولي لوقف هذا العنف. وثمة من يرى أنه ومع تحول العراق إلى دولة فاشلة بل هشة وفق كل التقارير الدولية الأمنية والاقتصادية، فإن بقاء الوضع الحالي في العراق يشكل قلقا متصاعدا وربما تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، ولا بد من اتخاذ تدابير لازمة للحيلولة دون انفلات الوضع أكثر بما يؤثر أمنيا على المنطقة وأمنها. فشل الدولة العراقية وحتمية التدخل الدولي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلاً بات التدخل الدولي في العراق ضرورة حتمية بعد تحول البلد إلى دولة فاشلة وهشة؟ وهل ما زال الأمل يراود المجتمع الدولي بإمكانية إصلاح وتقويم النظام السياسي القائم في العراق حالياً؟ وإلى أي مدى تتحمل المنظومة الدولية مسؤولية استمرار نظام الميليشيات الطائفية في مجازره ضد الشعب العراقي، لا سيما مجازره ضد المتظاهرين؟ وما هي المخاطر التي قد تهدد أمن وسلم المنطقة كلها من انزلاق العراق إلى مزيد من الفشل والهشاشة؟ وهل من مسؤوليات ومهام مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة حماية الشعب العراقي من بطش وتنكيل الميليشيات ونظامها السياسي الحالي في العراق؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، مازن الرمضاني. إلى متى يبقى العالم متفرجاً على مأساتنا؟ يسأل العراقيون. مئات الشهداء وآلاف الجرحى قدمهم الشعب العراقي حتى الآن فاتورة لإسقاط المنظومة الحاكمة وتغيير العملية السياسية الفاسدة منذ انطلاق ثورة تشرين. كل العالم سمع ورأى واطلع على تفاصيل حكاية الثورة العراقية، أبصر صفاءها وسلمية متظاهريها، كما أيقن دموية الميليشيات والقوات الحكومية، لكن لا نتيجة. ما زال المجتمع الدولي جامداً يكتفي بالإدانة والاستنكار الكلامي رغم التقارير التي تصل إليه عن حساسية الواقع العراقي وعزم العراقيين على اقتلاع النظام السياسي الذي لم يقتصر ضرره على العراق فحسب، بل صار مصدر فوضى إقليمية ومركز تخريب للمنطقة، لأنه اليد الضاربة ورأس الحربة للمشروع الإيراني المعادي لشعوب المنطقة. كل ما يريده المتظاهرون هو أن تستخدم الأمم المتحدة صلاحياتها في إيقاف القمع الحكومي وتقديم المجرمين من زعماء وميليشيات وقادة أحزاب إلى المحاكمات الدولية. على المجتمع الدولي يكفر عن وزره في التواطؤ أو السكوت على الاحتلال الأمريكي للعراق الذي يعد السبب الرئيس لانهيار البلد وارتهانه بيد إيران، فضلا عن تأسيسه لقاعدة الفساد الحكومي الجاثم على صدور العراقيين منذ نحو 17 عاما. سمات النظام المارق والميليشياوي كلها تنطبق على المنظومة الحاكمة في بغداد، فإلى جانب تنفيذها الأجندات الإيرانية حولت العراق إلى بؤرة للاضطراب الإقليمي عبر عشرات الميليشيات التي عاثت فساداً في العراق وسوريا واليمن، واتهم زعماؤها بتفجير سفارات وضرب مؤسسات في مختلف البلدان العربية بل والأوروبية حتى. لذلك العالم اليوم مدين لثورة تشرين التي لا تقتصر ثمرة نجاحها على العراق فحسب، إنما على عموم الشرق الأوسط. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي سنناقش فيها حتمية أو ضرورة التدخل الدولي في العراق بعد تحول العراق إلى دولة فاشلة وهشة. ضيوف طاولة: دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق هنا في الاستوديو. وسيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف الدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بالضيوف جميعا. حياكم الله.
نبدأ مع دكتور رافع الفلاح. دكتور، هناك من يرى أن الوضع في العراق ما عاد يحتمل، ولا بد من أن المجتمع الدولي يتدخل، لأن العراق الآن وفق كل التقارير الدولية أمنية واقتصادية دولة فاشلة محطمة وهشة، وبالتالي لا بد من المجتمع الدولي أن يتدخل لإيقاف مذابح أيضا جرت في العراق. وأيضا العراق الآن خطر ليس على شعبه النظام القائم فقط، وإنما على المنطقة فعلا. هل هناك دلائل إمارات على فشل الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد، يعني هذا ليس رأي عراقي داخلي، حتى رأي الدولي عن العراق بهذا الشكل، وإلا يعني ما كانت الأمم المتحدة تضع العراق تحت المراقبة وتضع فيه بعثة تتابع قضاياه للأمم المتحدة. هذه مو موجودة بكل البلدان، يعني لا توجد بعثة للأمم المتحدة، مكتب خاص للأمم المتحدة يتابع شؤون الحكومة العراقية وشؤون بلد معين، إلا في العراق وبعض الدول اللي عليها مؤشرات دولية. فالعراق دولة، يعني مثل ما حضرتك أشرت، دولة فاشلة الآن، اللي تسمى بالأدبيات السياسية غيره والتسمية وسموها الدولة الهشة الحقيقة، وهي الدولة الفاشلة الحقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذه الحقيقة جدا، يعني لا يمكن إنكارها. طوال 17 سنة العراق من سيء إلى أسوأ يمضي، شعبه بحاجة إلى كثير من الأمور التي تساعد على الحياة غير متوفرة، السلطة، وهو هذا المهم. يعني عندما تعود إلى السلطة وعلاقتها بالنظام الدولي، ستجد مثلا في المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة تتحدث عن ضحايا الاستخدام السيء للسلطة. إذا ما وجد المجتمع الدولي أن ما يسمونه بضحايا الاستخدام السيء للسلطة موجودة في بلد معين، ممكن أن تتخذ إجراءات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبعث أو تخاطب المجلس الأمن، ومجلس الأمن يبدأ يتخذ إجراءاته بخصوص أي بلد. نحن لدينا كارثة في هذا الموضوع منذ عام 2003 لحد الآن، لدينا كارثة في استخدام السلطة، لدينا ربما أكثر من 1.5 مليون قتيل، لدينا مئات الآلاف من المعذبين ومن المعتقلين. هذه المادة 14 تتحدث مثلا عن الذين يعتقلون بدون أوامر قضائية أو يقتلون، هذه تعتبر استخدام سيء للسلطة، ونحن لدينا هذه الحالة حالة مستشرية بالمجتمع العراقي بشكل قوي جدا، والأحزاب والقوى الميليشياوية تتعامل خارج القانون. نعم شكرا. المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يعني تصريح ليس يعني بعيدا، تقول لدينا مخاوف، المجتمع الدولي والمفوضية لديها مخاوف جدية في أن الحكومة العراقية عاجزة تماما عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين من الهجمات المختلفة خاصة الميليشيات. نعم، هذه في الحالة التي ربما يتحدثون عنها من 1 تشرين إلى لحد الآن. نحن نتحدث عن حالة مستمرة من 2003 لحد الآن. نعم. لكن ربما ذروتها في هذه الفترة اللي خرجت بها التظاهرات، وشهدنا ما حصل للمتظاهرين الثوار، كيف وجهوا بالسلاح والقتل والاعتقالات والتنكيل، ويعني لدينا لحد الآن عندما تحدث عن 30,000 بين شهيد وجريح، و5,000 منهم معوقين، لدينا معتقلين خلال 4 أشهر فقط. خلال 4 أشهر هذا العدد كبير جدا جدا، هذا يجعل العالم فقط، كل المجتمع الدولي يتحسس هذه القضية. إذن في العراق هناك مشكلة كبيرة، الشعب غير قادر أن يحمي نفسه، وفي الحديث الدولي عندما يجد شعب معين أنه غير قادر على حماية نفسه من السلطة، من بطش السلطة، والسلطة غير قادرة أن توفي بالتزاماتها، أن توقف هذا البطش ضد ما تسميهم، يعني ما سمتهم طرف ثالث، عصابات، ميليشيات، يعني كيف ما تسميهم هذه الدولة، هي غير قادرة أن توقفهم، لم تقدم إلى القضاء من هم يعني المتهمين بالقتل، لم تعتقل الذين قاموا بالقتل، لم تستطع إيقاف عمليات القتل والخطف والتغييب، هذا كله يؤشر عند المجتمع الدولي إطار كامل لدولة متهرئة، سلطة غائبة. فبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحرك، الشعب الآن بحاجة، هذا الشعب إلى حماية دولية، إلى أن يوضع تحت الوصاية الدولية. وهذه نقطة في قضية أنه المجتمع الدولي ومنظماته والأمم المتحدة
ما زالت لحد الآن تطالب الحكومة بحماية الشعب، بحماية المتظاهرين والمتظاهرون والرأي العام في العراق وخارج العراق والمنظمات الحقوقية، كلها تؤكد في تقاريرها التي توثق يوميا للجرائم الموجودة أو المذابح، تؤكد بشكل صريح أن من يقوم بقتل المتظاهرين، العفو، هؤلاء الحكومة مسؤولة، يعني متهمة بالقتل، يعني على الأقل جزء من قواتها متهم بالقتل، الميليشيات، ميليشيا الحشد هي بالنهاية مؤسسة عسكرية تتبع القوات المسلحة في العراق، تتبع القائد العام للقوات المسلحة. المجتمع الدولي والمنظمات تتهم هذه الميليشيات بقتل المتظاهرين، ثم يعود المجتمع الدولي يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين، يعني هذه مفارقة. حتى لو ليس هناك اتهام لجهات معينة وتتهم الحكومة، يجب أن تتهم الحكومة، لأنه أي حكومة في الدنيا مسؤولة عن الأمن، مسؤولة عن الرعاية، شؤون المواطنين. فكيف تطالب بحماية المتظاهرين؟ هذه ربما حالة قد يجدها البعض حالة مؤقتة تمهيدية الوصول إلى حالة، وضع أي بلد تحت الوصاية الدولية قضية ليست سهلة الحقيقة، لكن ربما في العراق هي أسهل مما يتوقع البعض، لأنه ربما البعض يعتقد ونتيجة للتضليل، نتيجة الكذب، نتيجة الدعايات التي جرت طوال هذه السنوات، أن العراق خرج من تحت أحكام البند السابع، والعراق لم يخرج من تحت أحكام البند السابع لحد الآن. العراق تحت أحكام البند السابع، لم يصدر قرار من مجلس الأمن يقول تم إخراج العراق من البند السابع نهائيا، لا يوجد مثل هذا القرار. يوجد قرارات تسمح، لأن البند السابع فيه 13 مادة، فأنت ضمن هذه 13 مادة اللي كان يعني المجتمع الدولي أو الوصاية الدولية تفرض على العراق، ضمن هذه 13 مادة ربما الحصار مفروض عليك، ما تستورد، ما حد يستورد من عندك، إيقاف تعاملاتك العسكرية، إيقاف التسليح، هذه ربما جزء من عندها صدرت فيها قرارات، افتحوا الحصار، حصار اقتصادي تستورد قضايا وكذا، افتح التسليح، ربما بها قرار، لكن قرار يجمل يقول أن العراق قد خرج من تحت وصاية البند السابع لم يحصل لحد الآن. العراق تحت وصاية البند السابع الآن، فقط محاولة تفعيل هذه ستؤدي إلى وضع العراق تحت الوصاية الدولية. إذا موضع تحت الوصاية الدولية سيكون شعب العراق محمياً بأوامر دولية من قبل السلطة الدولية وليس من السلطة المحلية، والسلطة المحلية ليست قادرة أن تفعل شيئاً وستكون الأمر بيد المجتمع الدولي. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، الدكتور رافع يقول أن العالم، المجتمع الدولي، على قناعة راسخة أن العراق الآن دولة فاشلة، بل هو دولة هشة، وذكر السلبيات التي رافقت هذا التحول أو التغيير من 2003. هناك ملايين القتلى، هناك فشل في كل المستويات، سياسي واجتماعي واقتصادي وما إلى ذلك. لا زال المفارقة، لا زال العراق وهو دولة فاشلة وهشة وتشكل تهديد، يعني النظام على الشعب وعلى المحيط وحتى ربما على الأمن والسلام الدولي، لكنه ما زال يحظى بدعم سخي من هاي المنظومة الدولية. وهذه هي المفارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه هذا الخطر الذي ذكره الدكتور رافع، الذي تعدى حدود العراق إلى الدول، إلى الإقليم، بل إلى كثير من دول العالم، لم نجد أي موقف حقيقي لوقف نزيف الدم أو للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لا محليا على الشعب العراقي ولا على غيره. ولا بد، اسمح لي هنا في البداية أن أقول أننا حينما نتحدث أو يطالب البعض بالقضية التدخل الخارجي وغيره، هو لا يعنون به استبدال احتلال بآخر ولا جعل العراق مرهونا للأجنبي، إنما المقصود به ما أشرت إليه بسؤالك، وهو سحب اليد عن دعم هذه العملية السياسية التي جاءت أو إطفاء الشرعية الدولية عليها. نعم. لماذا؟ لأن الذي جرى في العراق، يعني لا بأس من يعني تحدث تاريخي ولو سريع جدا حتى نصل إلى هذه النتيجة، وأن الذي حصل في العراق بسد الاحتلال، وهو احتلال بدون مستند، بدون شرعية دولية، سكت عليه المجتمع الدولي. نتيجة الاحتلال جاءت العملية السياسية، سكت المجتمع الدولي، بل ليس فقط سكت وإنما دعم العملية السياسية التي هي وليد
هذا الاحتلال، ثم أدوات هذه العملية السياسية طيلة السنوات الماضية مثل ما ذكر الدكتور، كان هنالك دعم لهؤلاء الأدوات ليس فقط سكوتا وإنما ولا دعما غير مباشر، بل دعم مباشر وبشكل صريح ومعلن. وطيلة السنوات الماضية ما كانت لهذه الأدوات أن تمارس جرائمها، جرائم بحق الشعب العراقي، سواء كان على الصعيد الاقتصادي من فساد ونهب أموال، ولا على انتهاكات حقوق الإنسان من كل أنواع الانتهاكات، ما كان لهذه الأدوات أن تقوم بهذه الجرائم لولا دعم هذا المجتمع الدولي. لذا المقصود هنا بالتدخل هو وقف التدخل السلبي بدعم هذه المنظومة، بدعم هذا الإجرام الذي ارتكب بحق العراق، بحق تاريخ العراق، وبحق مستقبل العراق، وبحق المنطقة عموما. إذن لابد هنا هذا المجتمع الذي يعترف بهذا الفشل ويعترف بهذه الآثار أن يوقف هذا الدعم لهذه العملية السياسية، أن يوقف دعمه لهذه الأدوات التي مستمرة هي بفسادها أو بجرائمها، ومنها جرائم المؤخرة في حق المتظاهرين الذي إلى اليوم لم تتوقف، رغم التصعيد نوعا ما. يعني نحن رأينا ربما تغيرا في الموقف الدولي في بعض جوانبه، نوع من الخطاب أو البيانات السياسية المنددة والمعترضة على مثل هذه الانتهاكات، لكن حقيقة لم ترتقي بعد، هذا الموقف الدولي لم يرتقي بعد إلى ما إلى المسؤولية بوقف هذه الانتهاكات أو اتخاذ إجراءات عملية حقيقة تؤثر أو تنعكس على واقع العراقيين، وربما على الأقل تراجع هذه الانتهاكات وتمتع أبناء الشعب العراقي بالحرية المطلوبة التي هي حتى في دستورهم هذا يعني مفروض أنها مكفولة الحق للشعب، لأبناء الشعب أن يتظاهروا وأن يطالبوا بحقوقهم، علما أن أبناء الشعب العراقي هم لم يطالبوا بسقف عالي من رفاهية، عفوا، حقوق أو مستوى عالي من الرفاهيات أو غيرها، بل الحدود الدنيا من الحقوق التي سلبت منهم، ومن أهمها حق الحياة التي انتهبت أو سلبت من أبناء العراق، ولا سيما شريحة الشباب المضطهد طيلة السنوات الماضية. ولما لم يستجب لهذه المطالب في الحياة والحياة الكريمة اضطروا إلى أن يصعدوا إلى قضية أعلى، إلى آخر نقطة، وهي إسقاط النظام السياسي. هو إسقاط النظام بالمناسبة وهي ليس رفاهية أيضا، يعني لا، هذا حق من الحقوق، لأنه ضرورة أو حتمية، لأنه التشخيص هنا هذه الحق الحياة هو نتيجته أو سبب في سلب هذه الحياة هي هذه المنظومة السياسية، هذه العملية السياسية. لذا هو أيضا لا يعد هنا يعني السقف عالي، نعم، كمنظور ربما بحسب المطالب، لكن هو حقيقة ليس مستوى عالي أو سقف عالي قياسا إلى الدول الأخرى التي تطالب بسقوف عالية من الرفاهية، فهو ليس رفاهية، وإنما هو لا يزال إلى الآن، يعني حتى إسقاط النظام هو الحدود الدنيا من الحقوق التي سلبت من أبناء الشعب العراقي. نعم. دكتور مازن الرمضاني في لندن، مساء الخير أولا. مساء النور عزيزي، أهلا وسهلا. أهلا دكتور. يعني ثمة إجماع يعني دولي وفي الداخل والمراقبين على أن العراق دولة فاشلة وهشة، تشكل تهديدا ليس فقط على الشعب العراقي بل حتى على الجوار وربما للأمن والسلم الدوليين. وكما ذكر دكتور رافع أن العراق لا زال تحت بند البنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الفصل طبعا يتدخل في الدول عندما يرى أن هذه الدولة أو هذا النظام السياسي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، والعراق دولة فاشلة وهشة، حتى هذا الإقرار من بعض شركاء العملية السياسية الآن. فكيف للمجتمع الدولي، للمنظومة الدولية، أن تدعم دولة فاشلة وهشة تشكل تهديدا حقيقيا على شعبها وعلى محيطها أيضا وعلى العالم؟ نعم، شكرا. أولا شكرا جزيلا لك العزيز، أحييك وأحيي الأخوة ضيوفك في الاستوديو دكتور رافع ودكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا. حقيقة أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ دكتور رافع في وصفه للحكومة العراقية وليس للدولة العراقية، لأن الدولة كمفهوم قانوني
تجريبي حقيقة. نحن نتكلم عن حكومة ونتكلم عن نظام سياسي، لا شك بأن هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها هي حكومات فاشلة، حكومات فاسدة، حكومات جعلت العراق في أدنى مقومات التأثير الإقليمي والدولي. ولكن يا أخي الفاضل، حضرتك تتكلم عن مجتمع دولي، هذا مفهوم يعني شائع إعلاميا، ولكننا نتكلم عن نظام دولي وليس مجتمع دولي، لأنني كإنسان علوم سياسية لا أقر بوجود مجتمع دولي. نعم. كالمجتمعات الوطنية الموجودة هنا وهناك في الدول المعارضة. ابتداء بنا حاجة إلى أن ندرك من هي الأمم المتحدة أخي الفاضل. نعم. هل هي منظمة فوق قومية أي فوق الدول، أم هي منظمة دولية تجمع الدول وتتخذ القرارات بناء على يعني توصيات هذه الدول؟ أنا أرى أن الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، ليست منظمة فوق قومية قادرة على اتخاذ القرار بمعزل عن إرادات الدول، ولا سيما الدول المؤثرة، الدول العظمى والكبرى، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. ولدينا شواهد منذ تأسيس الأمم المتحدة في الأربعينيات إلى اللحظة الراهنة، شواهد تؤكد أن الأمم المتحدة لا تتحرك إلا جراء دفع من قبل هذه الدولة العظمى أو تلك، أو بالتوافق بين الدول العظمى والدول الكبرى، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ولأن الأمم المتحدة ليست منظمة فوق قومية، هي تتحرك من خلال الجهاز الأساس لها ألا وهو مجلس الأمن. مجلس الأمن بموجب المادة 24 والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يتولى يعني تطبيق الوظائف التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما ضمان الأمن والسلم والتعاون وإلى آخره بين الدول. هنالك مفارقة كبيرة حقيقة. نعم، نتفق مع الأخ المحترم الدكتور رافع بأن العراق لم يصر إلى إخراجه من البند السابع. هنالك هذا صحيح، لا زال العراق تحت البند السابع، لكن تفاصيل تفعيل هذا البند يتوقف على إرادة الدول العظمى ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. والمصالح المنشودة من قبل دول عظمى ودول كبرى ودول إقليمية لا تكفي بأنها مستعدة تحقيق مجلس الأمن القيام بأفعال محددة في داخل العراق. وبالتالي الكلام عن الكلام الذي يدين ما تقوم به الحكومة الراهنة في بغداد يقتصر على المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية داخل العراق. لم نسمع من دول مهمة شجبها لما يجري في العراق من جرائم الإنسانية. أخي، لم يحصل في التاريخ منذ على الأقل نهاية حرب العالم الثاني أو نهاية حرب الباردة أن تم استشهاد 1000 مواطن من قبل قوات لا نعرف تسميتها، هي معروفة بالضد ولكن التسمية الرسمية لا نعرفها، و 30,000 ربما جريح أو معاق. شيء مذهل، جريمة بحق ضد الإنسانية. ولكن هذا المجتمع الذي يسمى بالدولة مجتمع محكوم بالمصالح وليس بالاعتبارات الأخلاقية والقانونية. القوى العظمى والكبرى هي التي تؤثر في حركة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. لذا أنا شخصيا لا أتوقع نعم أن يصار إلى تدخل دولي من قبل الأمم المتحدة في الشأن العراقي، لأن مثل ما ذكرتك هنالك تناقض بين وقوع العراق تحت البند السابع وأحد دكتور سنسأل إذا سمحت لي، نحن مضطرون أن نتوقف عند هذا الفاصل، وسأسألك بعد الفاصل ماذا يعني أن الدولة ما تحت بنود الفصل السابع،
ويعني دولة مثل العراق، وخاصة إذا فعلت بنود هذا الفصل السابع، ماذا يعني؟ نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو وعبر الهاتف من لندن في حلقة تبحث في ضرورة وحتمية التدخل أو تدخل النظام الدولي كما طبعا يريد دكتور مازن في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في ضرورة أو أهمية التدخل الدولي، تدخل النظام الدولي في العراق بعد تحول العراق إلى دولة فاشلة وهشة. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني، ومعنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الدكتور مازن رمضان أستاذ العلوم السياسية. دكتور، ذكرت قبل الفاصل أن الدول قد توضع تحت وصاية أو معالجات الفصل السابع كما هو العراق الآن تحت الفصل السابع. ما الذي سيحدث إذا ما فعل النظام الدولي مجلس الأمن الدولي بنود الفصل السابع لمعالجة الوضع المتردي في العراق؟ عزيزي أخ ماجد، يعني أرجو أن لا يعني نفترض أشياء قد لا تحدث. نعم. دعنا ننطلق من المعطيات الراهنة. نعم. أخي الفاضل، النظام الحالي في العراق جاء جراء احتلال أمريكي، هذه حقيقة موضوعية لا يمكن يعني التغاضي عنها. وبالتالي عندما صار عندما تم الاتيان بهذا النظام أريد به أن يفضي إلى تحقيق مصالح أمريكية اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية. وبالتالي العراق بعد الاحتلال ينطوي على أهمية في المدرك الأمريكي على الرغم من كل ما يجري بين حين وآخر بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. الإدراك الأمريكي للعراق هو متغير حاسم في التوجه الأمريكي للعراق. عندما كان الإدراك الأمريكي للعراق إن العراق مناهض للمصالح الأمريكية كان هنالك الصراع، وهذا الصراع استمر حتى الاحتلال. وعندما تغير هذا الإدراك إلى أن العراق يمكن أن يتحول إلى أداة لخدمة المصالح الأمريكية في الإقليم وحتى في العالم، لاحظنا كيف أن العلاقة الأمريكية تحولت من الصراع إلى التعاون. إذن النظام السياسي الراهن في العراق يشكل مصلحة أمريكية، ولهذا السبب أنا لا أفترض إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحرك مجلس الأمن الدولي لإعادة العراق إلى أو تطبيق بنود الفصل السابع عليه إلا إذا أدركت إن العراق صار عبئاً أو صار يشكل تهديداً جاداً للمصالح الأمريكية سواء في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط في العموم، وهذا لحد الآن لا يفيد. نعم. بحصوله. نعم. فالعلاقات الاقتصادية وحتى السياسية وطبعا الجيوستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وطيدة دون شك على الرغم من التوترات التي تطرأ بين الحين والآخر. نعم. ناهيك عن أن العراق الدولة الضعيفة الفاشلة الفاسدة لا تستطيع حقيقة الانطلاق من سياسة خارجية مؤثرة حيال الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية. نحن نعلم في العلوم السياسية أن قوة الفعل الخارجي للدولة سين يرتكز على قوة فعلها الداخلي، وهذه المعادلة غير موجودة حقيقة. نعم. بالنسبة للعراق. لكن لو افترضنا
ان الولايات المتحده الامريكيه ادركت ان العراق صار يهدد واضح، فانها سوف تحرك نعم. مجلس الامن الدولي للقيام بخطوات قد تفضي الى تبديل هذا النظام من خلال الامم المتحده، ويعني هذا ما نتمناه حقيقه جميعا، لكن نعم. المعطيات الموضوعيه الراهنه نعم. لا تفيد بذلك. نعم دكتور رافع، يعني من نقطة استبعاد دكتور الرمضاني أن يتدخل الآن النظام الدولي، أمريكا الآن لديها مصالح متشابكة مع هذا النظام الذي طبعا صنعته، لا يمكن أن تحرك مجلس الأمن الدولي، يبدو الأمور هكذا، والدليل أنه 4 أشهر من القتل اليومي المستمر للمتظاهرين بالإضافة إلى ملايين القتلى من 2003 إلى اليوم، مجلس الأمن الدولي عقد جلسة واحدة فقط، واحدة يتيمة لمناقشة الوضع في العراق وقتل المتظاهرين، بينما مجلس الأمن ينعقد بالشهر مرتين على قضايا أقل مما يجري في العراق. فبالتالي يبدو الأمور هكذا، أن النظام الدولي يعني على الأقل وفق المؤشرات والمعطيات الآنية أو المستقبل القريب لن يتدخل في العراق. والحقيقة يعني مثل ما قال الأستاذ دكتور مازن رمضاني عندما تحدث أن الولايات المتحدة لو أرادت لحركت مجلس الأمن نعم. هذه حقيقة نعم. لا تنكر نعم. انطلاقا من هذه الحالة نقول يعني عام 2003 يختلف عن عام 2020، يختلف بالمعطيات الإقليمية والدولية بالسياسات الدولية، الوضع الإقليمي والدولي والسياسات كلها تغيرت، بمعنى أن العراق حتى لو تغير نظامه الآن بالشكل الذي يؤمن لشعبه مصالحهم، يرعى مصالح شعبه، يحافظ على سيادته واستقلاله، لا يعني هذا أن يكون العراق عامل تهديد في المنطقة لقوى معينة تحسب لها حساب الولايات المتحدة، بمعنى أن العراق عام 2003 وما قبلها كان ربما يشكل تهديدا للكيان الصهيوني لإسرائيل. نعم. العراق حتى لو جئت الآن بنظام وطني يستطيع أن يتعامل مع شعبه بطريقة يؤمن مصالحه، لن يستطيع مع وجود نظام سياسي إقليمي ودولي قد تغير على غرار الأنظمة الموجودة الآن في المنطقة، قد تغير نعم. كثيرا الآن حتى حركته ورؤيته وسياساته في المنطقة وفي العالم تغيرت تماما، هذه وحدة. ثانيا الإدراك الأمريكي للعراق الآن يجري المصالح مؤمنة، لا أتكلم عن المصالح، لكن الإدراك الأمريكي للعراق يجري عبر النظر إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية، هكذا يجري الآن، لذلك العراق لن يشكل تهديدا نعم، لكن هو ورقة ضغط كبيرة جدا جدا في العلاقة الأمريكية الإيرانية، الصراع الأمريكي الإيراني، ما تسميه الصراع نعم. الأمريكي الإيراني نعم. هذه الورقة ممكن أن تستعمل، يعني هذه البيانات التي صدرت، هذه التهديدات، سمعنا كثير ترامب يتحدث عن العراق كما كانت أخرى. دائمة الاستعمال من 2003 إلى نعم. أنا من يحرك مجلس الأمن والإدراك الأمريكي للعراق مع بقاء المصالح، هذه المصالح الآن غير شكل الآن، والوضعية غير شكل هي تنظر، لكن الإدراك الأمريكي للعراق وهم يدركون أن العراق ورقة ضغط كبيرة تجاه إيران، الآن التعامل الأمريكي يجري مباشرة على إيران، ضغوطات اقتصادية على إيران، لكن العراق يدرك صانع القرار الأمريكي أن العراق ورقة مهمة جدا جدا في الضغط على إيران. بالمناسبة أيضا إيران، أيضا هذه الورقة إيران تدرك نعم. أن العراق أيضا ورقة ضغط على الأمريكان نعم. هذه اللعبة، لعبة عض الأصابع أو لعبة من يصرخ أولا، الأمريكان يلعبونها لحد الآن بشكل جيد، ربما الأمريكان لديهم سياسة، وهذه حقيقة لديهم سياسات أخرى، ترامب يتحدث عن ضغوطات بعيدة، عن ضغوطات اقتصادية، عن قطع روافد التمويل، لكن لديه هدف واحد ترامب لن يتراجع، وأمريكا لديها هدف واحد لن تتراجع وهو عنه، وهو تمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، على هذه التجربة النووية، وإيران مصممة على هذه التجربة النووية، ولديها الآن هذه الصواريخ البعيدة المدى، هذه غير مقبولة لا من قبل إسرائيل ولا من قبل الولايات المتحدة، لذلك هناك هذا الاختلاف في السياسة، يعني لا يهم أمريكا البعد الطائفي والقتل، هذه أنا لا أعتقد يعني في اهتمامات أمريكا نهائيا، اهتمامات أمريكا في هذا الجانب،
هناك تمويل، هناك يجب إيقاف هذا. العراق جزء من تمويل هذا المشروع الإيراني، يجب إيقافه، قطع هذه الروافد. هذا أنا أعتقد سيذهب بالولايات المتحدة إلى إدراك يعني المستقبلي والقريب، لأنه العراق سيكون بشكل آخر، وربما ستذهب بهذا الاتجاه لتغيير، لأنه كل القوى العاملة الآن التي تدير العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوى تابعة لإيران. على ذكر التمويل دكتور، تقرير أمريكي يعني جديد يتحدث أنه المالكي رئيس الحكومة السابق مول الفصائل الشيعية الطائفية في الصراع السوري الموجود في العراق، مقتطعها طبعا من أموال القوات الصحوات على ذكر التمويل. نعم نعم نعم، حتى يتحدثون الآن يعني أبو مهدي المهندس اللي قتل سوى القاعدة في سوريا، نعم، اليوم من الأموال المخصصة لمحافظات عراقية اقتطعها وعمل هذه القاعدة. المهم أنه إيران تتمول عراقيا، إيران محاصرة اقتصاديا والحصار يزداد عليها، وعملتها الاقتصادية تتهاوى يوما بعد يوم، وضعها قدرتها على تصدير النفط الآن صارت أصعب كثير من السابق، وتضيق عليها الحلقات، فبالتالي يجب استخدام هذه الورقة. هذا الإدراك الأمريكي أنا أتحدث عنه باستخدام الورقة العراقية. نعم. أنا لا أقول إنه أمريكا لديها اهتمامات بالشعب العراقي وتغيير النظام لأجل أخلاقيتها، لأجل الاعتذار عما فعلته، لا أبداً. نعم. الولايات المتحدة تعمل على مصالحها، ومصالحها الآن ربما وهكذا تمضي الخطوات باتجاه الاستفادة من هذه الورقة في الضغط على، وهذا يفيد العراقيين حقيقة، يفيد الوضع ويفيد الثورة باتجاه آخر، لأنه على الأقل يقطع يد هذه القوى المرتبطة بإيران ويدفع بها بالاتجاه الآخر. نعم، أيضا طبعا تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنه يتحدث عن الدول الأكثر تسليحا، العراق جاء في المرتبة 15 لعام 2019 بمشتريات أسلحة ب 20 مليار دولار ونصف 500 مليون. ربما كلمة واحدة أستاذ ماجد. نعم. حتى أنهي حديثي في هذا الموضوع، هذا ربما سيدفع إلى أن العراق يوضع تحت الوصاية، تفعيل مرة أخرى لتفعيل استخدام الورقة العراقية تفعل هذه القضية. يعني ونتذكر قريبا جدا ترامب عندما تحدثوا عن يعني إبعاد القوات الأمريكية من العراق، تدفع مجلس الأمن للتدخل وتفعيل بنود. نعم. نعم. ماذا قال؟ قال قال سنطالب بأموال. نعم. وهذه وسنجري يعني سنفعل حصار اقتصادي على العراق، ربما الحصار الاقتصادي صفر على إيران صفر مقابله. إذن هم كيف يفعل هذا؟ لا يفعله لوحده، هو عند آليات دولية يستخدمها، وأكيد أولها مجلس الأمن استخدامها. نعم. وهو يعرف أن العراق تحت البند السابع، وتفعيل هذه القضايا ليس صعبا عليهم، يسير جدا. دكتور عبد الحميد، هناك يعني من يرى في هذا الإحجام النظام الدولي على التدخل في العراق، هذا التقاعس، أن هذا النظام ما زال لديه أمل، يراوده الأمل في أن هذا النظام السياسي الموجود في العراق قد يقوم بعملية إصلاح ذاتي، تقويم بنفسه، وبالتالي الأمور ستكون أفضل إذا ما بقي الدعم الدولي يقدم له لإصلاح نفسه. يعني للأسف طبعا مثل ما قال وأشار الدكتور مازن الرمضاني، أنه المجتمع الدولي وبما منه منظمة الأمم المتحدة رهينة أمريكا، كل هذه نجدها أنها لا تتحرك إلا وفق هذه المصلحة الأمريكية بالدرجة الأساس. لكن أيضا في نفس الوقت بناء على المتغيرات التي ذكرها الدكتور رافع، أيضا المتغيرات السياسية في المرحلة في المدة الأخيرة، رأينا أنه لما حدث نوع من الصراع اللي هو صراع نفوذ بين أمريكا وإيران، كما ذكر الدكتور رافع القضية الملف النووي تحديدا، رأت المنظمة خاصة الاتحاد الأوروبي نوعا من التراجع الأمريكي في دعم هذه النظام السياسي في العراق، لذا رأينا نوع من التراخي أو نوع من التغير في الخطاب السياسي للمجتمع الدولي خارج أمريكا عدا أمريكا. يعني بدل أن يكانوا واضعين أو وضعوا أنفسهم رهينة الأوامر الأمريكية في دعم هذه العملية السياسية بشكل مباشر، رأينا هنالك تراجعا لهذا. لكن يبقى الجميع إلى الآن يعني لا يريدون التضحية بهذا النظام الموجود حاليا، ليس هنالك أمل بالإصلاح، كلهم يدركون أن القضية هي فشل
في أسس هذا النظام السياسي. الخلل ليس في الأدوات، ليس في التنفيذ، بل الأساس في الأسس التي قامت عليها هذه العملية السياسية وحمت هؤلاء الفاسدين اليوم. لكن يبقى عندهم هنالك خوف من أنه ما هو شكل البديل، يريدون أن يؤمنوا بديلا يحمي أو يحافظ على المسار الدولي لهذه المصالح أو لعلاقاتهم في المنطقة ووجودهم في المنطقة، هذا من ناحيتهم. لكن كل الذي ذكره الأساتذة وهذا الذي نذكره هو أيضا لمسناه في بيانات المتظاهرين، مما يدلل على أن هنالك وعي. يعني المتظاهرون اليوم في الساحات في بياناتهم السياسية أشاروا إلى هذه الأمور، لذا هم لا يعولون على أن يأتي تغيير أمريكي بشكل مفاجئ ولسواد عيون العراقيين أو من أجل حماية دمائهم، لا يهتم، لا تهتم أمريكا ولا غيرها. لكن في نفس الوقت هؤلاء المتظاهرون اليوم الشباب أيضا وجدنا عندهم وعي أن القضية اليوم لما تصاعدت عملية التظاهرات جغرافية، مساحة جغرافية وشرائح نوعية عددا وعدة ونوعا، هذا أصبح فيه نوع من الإحراج للمجتمع الدولي. هذه القضية، قضية الإحراج، خاصة دكتور ده هناك تصريح لإياد علاوي وهو شريك رئيس في العملية السياسية يقول أنه كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون الحقيقة لم يعرفها تاريخ العراق حتى مع أقصى الأنظمة الدكتاتورية. ولذا هذه القضية الآن يعني نحن نرى أن شركاء العملية السياسية يعني هو منذ زمان طبعا يتشاكسون فيما بينهم، لكن في الفترة الأخيرة، المدة الأخيرة المترافقة مع هذه التظاهرات، رأينا هنالك قفزا من المركب أكثر من غيره، وهنالك تصريحات من هذا النوع كبيرة جدا. هذه الناحية، ناحية إحراج المجتمع الدولي بأنهم مسؤولون عن جميع هذه الدماء، مسؤولون عن الفساد، مسؤولون عن دعم هذا النظام الموجود حاليا، وبالتالي وفق قواعدهم، قواعد المجتمع الدولي، قواعد الأمم المتحدة، هم مشاركون بهذه الجريمة. ولذا لما تصاعدت هذه التظاهرات واستمرت، هنا فيها إحراج للمجتمع الدولي على أن يسحب يده من هذا الدعم. لذا هنا مسؤولية، أو دائما نكرر أنه واجب هذه الساحات الاستمرار والثبات على هذه المبادئ، هذه السقف، هذه المطالب، وعدم الانصياع أو عدم الرضوخ والانخداع بالحلول الجزئية الترقيعية التي ربما تقدمها هذه العملية أو إيران. دكتور مازن، أيضا من تصريح عياد علاوي يتحدث عن أنه كمية الحقد والاعتداء اللي يتعرض لها المتظاهرون الحقيقة لم يشهد تاريخ العراق لا مثيل لها حتى مع أفظع وأقسى الأنظمة الدكتاتورية التي مرت على العراق. إذا هذا يعني هذا الآن نظام ميليشياوي دكتاتوري قمعي، المنظومة أو النظام الدولي ما زال يدعم ودعما متعددا وسخيا، إلى أي حد يتحمل هذا النظام الدولي أو المنظومة الدولية المسؤولية عن هذه الأرواح التي تزهق، عن هذه الدماء التي تسفك، عن هذا الخراب العام، الانحطاط العام في عراق، العراق الجديد الذي صممه الأمريكيون أو النظام السياسي بعد 2003؟ عزيزي، عندما نتكلم عن النظام الدولي أرجوك أن لا نؤكد على الجانب المثالي أو الأخلاقي، لأن المثالية والأخلاق ليس لها مكان في التعامل بين الدول. الدول تتعامل على وفق تلاقي أو تناقض المصالح فيما بينها. وبالتالي أنا لا أتوقع يعني هذا العدد من الشهداء، 1000 شهيد خلال 100 يوم، و30,000 يعني مجروح أو معاق إلى آخره، هذا رقم خيالي يعني. لو حصل في دولة أخرى غير مهمة لكانت الدنيا قد انقلبت. لكن طالما أن العراق دولة من المنظور العالم الدولي دولة مهمة اقتصاديا وجيوستراتيجيا وحتى سياسيا، هذا النظام لن يقوم بفعل، سوف يبرر عدم قيامه بأي فعل مناصر للثورة في العراق بأنها لا تدخل ضمن مفهوم العدوان. تعرف حضرتك مفهوم العدوان مفهوم محدد،
يعني يقتصر على استخدام القوة العسكرية لأغراض اختراق السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وبالتالي هم يستطيعون تبرير عدم إدانة النظام السياسي في العراق جراء تعامله مع التظاهرات الجماهيرية، يستطيع أن يبرر أن هذا أن ما يجري في العراق لا يدخل ضمن تعريف العدوان ولا يدخل ضمن الحالات المادية التي اتفقت الأمم المتحدة على تحديدها للوصول إلى تعريف للعدوان كالغزو والهجوم المسلح والحصار والاحتلال إلى آخره. إذن هنالك تناقض في موقف النظام الدولي، يعني في بعض الأحيان نسمع إدانة شجب من منظمات إنسانية وحقوقية، ولكن هذه منظمات غير قادرة على الفعل يأتي فقط من مجلس الأمن، ومجلس الأمن تسيطر عليه الدول دائمة العضوية سيطرة لا يمكن نكرانها حقيقة. نعم هنالك نوع من الصراع بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا روسيا ولا الصين هي بمستوى الاتحاد السوفيتي عندما كان الاتحاد السوفيتي قائما، ولهذا السبب التأثير الأمريكي في مجلس الأمن لا زال فاعلا مثل ما كان بعد انتهاء الحرب الباردة. فعندما يتغير الإدراك الأمريكي لهذا النظام السياسي في العراق، عندها نستطيع أن نتوقع تدخل أمريكي مضاد في هذا النظام، وبالتالي مشاهد المستقبل يا أخي لهذا النظام السياسي تنعصر بين ثلاث مشاهد لا أكثر ولا أقل. المشهد الأول هو استمرارية التردي الموجود في العراق، المشهد الثاني مناهض المشهد الأول هو مشهد التغيير الذي يتطلع إليه الجماهير المنتفضة الآن. أشكرك دكتور، حتى لأنه بقى عندنا دقيقتين بس دكتور رافع الفلاحم، يعني ما هي المخاطر المترتبة على استمرار هذا النظام الميليشياوي الموجود في العراق واستمرار دعمه مع جرأته الفائقة على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتهديد حتى المنظومة الإقليمية في المنطقة وخاصة دول الجوار؟ هناك تصريحات من الميليشيات ضد كل جوار العراق، وبالتالي الدفع بالعراق أو إضفاء مزيد من الدعم على الدولة تنزلق سريعا نحو مزيد من الفشل والهشاشة. الآن الدولة العراقية حقيقة، هذا مفهوم الدولة العراقية، والعراق كوطن الآن في أخطر حالاته. نعم. شئنا ما بين، هذه واقع الحال. العراق الآن قاب قوسين أو أدنى من التفتيت، من التمزيق، من الانتهاء كدولة. هذه حقيقة، وهذا خطر على كل الإقليم وخطر على العالم كله. لذلك أنا أتحدث أنه لازم الرؤية الجديدة تتحرك الآن، يعني ليست دعوة الآن لكن هي تتحرك بآليات الآن في كثير من المرافق الدولية تتحرك، وفي الأمم المتحدة تتحرك بهذا الاتجاه، لأنه الكل يدرك أن العراق هذا النظام اللي جاء 17 سنة هذا الشكل، النظام الميليشياوي وتبعيته لإيران بهذه القضية والفساد والخراب أدى وصول العراق الآن، وبعد هذه التظاهرات واضح العراق الآن ذاهب إلى التفتيت، إلى قاليم، إلى غير، إلى ضياع اسم العراق، حتى العراق كدولة ربما يتجزأ إلى دول 5 و6 و7 دول. الآن العراق ذاهب إلى التفتيت، اقتصاديا منهار رغم كل الأموال اللي تجي، سياسيا منهار رغم كل هذه القوى السياسية التي يتحدثون عن 500 حزب يحكم في العراق، وقوى هو فاقد للسيادة والاستقلال رغم كل هذه القوى العسكرية لديه 2.5 مليون جندي وميليشيا وغير قادر أن يحمي حدوده، وكلها رهينة وهو مهدد لجيرانه، مهدد لدول الخليج كلها مهددة به، ولديها مصالح هذه مع دول أوروبا وأمريكا، لديها مصالح كبيرة، والعراق بلد استراتيجي في نفطه، في سياساته، أشكرك. في موقع، فبالتالي ذهاب العراق إلى التفتيت وهو أقرب إلى التفتيت الآن، هذا خطر كبير وشكل خطر، لابد من سياسة أخرى، إنقاذ معين، لابد وآتي، وهذا أيضا المتظاهرين ندعوهم الآن سياسة للمنظومة الدولية. نعم بخصوص. ندعوهم لذلك، ندعو وما رفعوه المتظاهرين من 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 لافتات واعلام يطالبون الامم المتحده للتدخل وحمايته، هذا حقيقي وواجب ويجب ان يستمروا به.
لأنه هذه المطالبة تطالب شعب بحماية بوضع هذا الشعب تحت الوصاية الدولية، لأنه هذه الحكومات اللي تحكم العراق غير قادرة أن تؤمن دم العراقي وحياته وتؤمن الوطن بمنظومته الكاملة لكي لا تفجر. أشكرك، شكرا دكتور. بهذا مشاهد الكرام نصل إلى أختام هذه الحلقة التي بحثت في حتمية وضرورة التدخل الدولي في العراق، تدخل الأمم المتحدة في العراق بعد الذي يجري فيه، وخاصة المذابح ضد المتظاهرين السلميين. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر الذين شاركوا في هذه الحلقة، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كان هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الدكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية. شكرا لكم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.